مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم بكل خير. نشكر الزملاء على المتابعه، عبد الرحمن احمد امين، سالم بسعيد بن حضيرم على المتابعه في الاشواط الماضيه والجوله الاولى في انطلاقات هذا الصباح. تنطلق في هذه اللحظات بدايه الجوله الثانيه والخاصه مع هذه اللحظه بتحدي اخر واسماء اخرى مشاركه في قمة هذا الشوط المميز. هنا الاقتراب من بداية هذا الأداء ومن بداية هذا التحدي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. المحليات الأصائل تسير بالثمانية كيلومترات. أتمنى التوفيق لكل المشاركين وكل المتابعين والمراقبين لتحديات المرموم في هذه اللحظات. المقدمة والصدارة تأتي على قمة صوغة. من هذه اللحظات علي بن خلفان بالشاوي الأغفلي الآن على المركز الأول وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني وصلنا إلى شعار بن مرخان، هذه مشهورة، مبارك بن سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي تتواجد ثانيا في هذه الانطلاقة، بينما تم في المركز الثالث. تم وصلت من خلال هذه اللحظات سالم بن راشد بن حمد بن غدير صاحبة كاس في موسم اللقاية، تنطلق في هذه اللحظات لتتابع من خلال ووجود كل الأخوة المتابعين والمهتمين بهذا الشعار. نشوف المركز الرابع ونواصل مع منصورة، وصلت عبد الله بن حمد بن غدير الدرعي اللي وصل الآن ويأتي في المركز الرابع في هذه الأثناء، بينما المركز الرابع الخامس جلموده على المركز الخامس، هناك سيف بن مطر بالضبيعة من يتواجد على خامس المراكز. أما المركز السادس فيأتينا شعار جديد في هذه اللحظات، ليالي علي بل أبو شنب الغرابي هو من يحتل المركز السادس، ولكن ينخطف سادس المراكز من خلال وجود طرب في المركز السادس. منصور بن فلاق الاجتبي خذ المركز السادس. المركز السابع علي بله ابو شنيب اللي يتواجد في المركز السابع، والمركز الثامن وصلنا مشاهدينا الاعزاء الى اليافل لسيف بن مطر اليابري يحتل المركز الثامن والمركز التاسع. هناك الغربيه متواجده زايد بن محمد بن زايد المنصوري في المركز التاسع، وبينما المركز العاشر تتواجد في سمحة السعيد بن علي العويسي. هذه المراكز العشرة الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه اللحظات. شعارات متميزة واندفاعة أخرى لتحدي هذه اللحظات. الثنايا المحليات الأصايل، صحيح أن الأعداد مشاهدينا الأعزاء قليلة وقلة، ولكن الأسماء مميزة مميزة تنطلق في هذا المشوار. مع الذهب نسير بالمركز الأول، ومع تم اللي انطلقت وتواجدت على قمة الشوط. تم لسالم بن راشد بن حمد بن غدير هذه السلالة الشاهينية اللي فرضت نفسها وتواجدها في هذا العالم الجميل، عالم سباقات الهجن، متواصلة مشاهدينا الكرام. بالمركز الأول تم سالم بن راشد بن حمد بن غدير صاحبة الكاس هناك على قمة الشوط، بينما المركز الثاني وصلنا لعلي بن شاوي علي بن خلفان بشاوي الأغفلي وتواجد صوغة في ثاني المراكز في تحدي هذا الشوط. تحدي كبير تحمل هذه الأسماء وهذه النوعيات الفاخرة في لقاء هذا الصباح. المركز الثالث واصلة مشهورة، مبارك بن سهيل بن مرخان من يحتل المركز الثالث. ثلاثية على المقدمة وعلى الصدارة تجمعهن عدسة واحدة، عدسة دبي ريسنج وعدسة الكادر الأول في هذه اللحظات. عدسات تتبادل وتتراقب على المنافسين الأوائل، ولكن الثلاثية تجمع هناك المثلث الرعب هذا الشوط. بينما المركز الرابع نواصل رابع المراكز، ووصلت منصورة عبد الله بن حمد بن غدير الدرعي قادم من القوع بالمشاركة. أهلا وسهلا بكل الأخوة المشاركين الملاك في ميدان المرموم. بينما منصورة في المركز الخامس في هذه اللحظات، أو طرب لمنصور بن فلاق الاجتبي هو من يتواجد على خامس المراكز ليضيف نكهة وطرب آخر وتميز في هذا اللقاء. بينما المركز السادس واصل
سعيد بن علي بالصغير العويسي من يتواجد في سادس المراكز هذه الأثناء، والمركز السابع واصله الغربية زايد بن محمد بن زايد المنصوري على سابع المراكز، بينما المركز الثامن وصلت الياف لسيف بن مطر اليابري. يا سلام الوصلاوي، الوصلاوي يتواجد هنا في هذه اللحظات مع شعار اليابري يحتل المركز الثامن في هذه اللحظات، ولكن تغيير الشعارات مستمرة مشاهدينا الكرام، لا تتبدل نصراوي الوصلاوي. نجوم المركز التاسع، المركز التاسع في هذه اللحظات هناك سلهودة محمد بن راشد بن ثلاب يتواجد في المركز التاسع، بينما المركز العاشر ليالي علي بلة أبو شنيب الغرابي يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة في هذا اللقاء وهذا التنافس الرائع الجميل، عشرة من المراكز والمواقع المتميزة في هذه اللحظات، تميز ولقاء وتنافس يجمع الجميع في ميدان المرموم، ولكن يجمعهم على التحدي والمنافسة الشيقة الشيقة المتابعة من كل الأخوة المتابعين، عاشقين الشعارات، عاشقين هذه الرياضة، متابعين لدبي ريسنج، ولكن الصدارة تحولت الآن لتصبح على المقدمة في هذه اللحظات. المركز الأول في المركب الأول، هناك صوغة، صوغة في صدارة الشوط وهي من تنتقل مشاهدينا الكرام. أول أربعة كيلومترات انتهت من هذه اللحظات لتأتي صوغة لعلي بن خلفان بن شاوي الغفلي على المركز الأول وعلى الصدارة بعدما تجاوزنا الأربعة الكيلومترات ومنتصف طريق هذا الشوط. المركز الثاني هناك مشهورة، بالمركز الثاني مبارك بن سهيل بن مبارك بن مرخان على ثاني المراكز في هذه اللحظات، ومع هذه السلالة وهذه النوعية المشهورة. أما المركز الثالث واصله تم في المركز الثالث لسالم بن راشد بن حمد بن غدير من تحتل المركز الثالث في هذه الأثناء، بينما المركز الرابع واصله طرب ومنصور بن فلاك الاجتبي هو من يتواجد على رابع المراكز في هذا اللقاء وهذا التواصل. خامس المراكز وصلت الغربية وغيرت موقع من مواقع التنافس، الغربية لمحمد زايد بن محمد بن زايد المنصوري في المركز الخامس الآن، سمحة في المركز السادس، سعيد بن علي بالصغير العويسي يحتل المركز السابع، والمركز الثامن واصل الدرعي، الدرعي واصل أو المركز السابع عفوا، الدرعي عبد الله بن حمد بن غدير الدرعي في المركز السابع، المركز الثامن هناك بعيد بعيد عن ثامن المراكز، ولكن نواجه ونتابع ثامن المراكز سلهودة محمد بن راشد بن ثلاب، وتاسع المراكز علي بله ابو شنيب الغرابي، بينما المركز العاشر ايها الحبل الكريم تغيير وتبديل على المراكز وجلموده لسيف بن مطر بالضبيعة. هذه العشره المراكز المتقدمه، عشره من المواقع، ولكن جسر العبور والمرور من امام مشاهدينا الاعزاء. يا سلام يا سلام، الغابه الغربيه، الغابه الغربيه، ولكن تجاوز هذا المشوار صعب 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 بلا شك، ولكن الان اصبح على قمه الشوط وحيدا يغرد هناك علي بن خلفان بن شاوي الغفلي مع صوغه، صوغه في صداره الشوط، صوغه في المركز الاول، علي بن خلفان بالصايغ علي بن خلفان بالشاوي، علي بن خلفان بالشاوي الغفلي في المركز الاول ومسيطر، مسيطر سيطره كافه او كامله على القياده لهذا الشوط، بينما المركز الثاني، المركز الثاني ماشي امان حتى خط النهايه مع هذه المحليات الاصايل. المركز الثاني وصلت مشهوره السهيل مبارك بن سهيل بن مبارك الاجتبي يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات، وثاني المراكز تم في المركز الثالث، تم في ثالث المراكز سالم بن راشد بن حمد بن غدير في ثالث المراكز في هذه اللحظات، وطرب واصله، طرب منصور بن فلاك الاجتبي في المركز الرابع في لحظات الناموس. خامس المراكز الغربيه زايد بن محمد بن زايد المنصوري، المركز السادس وصل الدرعي عبد الله بن حمد بن غدير الدرعي، والمركز السابع من الجانب الاخر هناك سمحه سعيد بن علي بالصغير العويسي خذ المركز السادس. هذه النتيجه المجادله
الاعزاء لمشوار الشوط. الشوط 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 بدا ينتهي من خلال هذه اللحظات، ولكن بوابه العبور خلاص تبقى 2 كيلومتر والحسابات تتغير. الحسابات لابد ان تعيد نفسها في هذا الشوط. اعيد الحسابات يا من تتابع، يا من تضمر، يا من تنطلق بالمسار الصحيح، ولكن مسيطره مسيطره. صوغه في المركز الاول من فرده حتى اللحظه بصداره الشوط. علي بن خلفان بالشاوي الاغبلي، يا سلام يا سلام. اهالي اللبسه، اهالي اللبسه في تصدر الشوط، في تصدر الشوط، ولكن تحذر وخذ حذرك، لان تم موجوده صاحبه كاس، صاحبه ذهب في موسم من المواسم الجميله الرائعه، ولكنها واصله في المركز الثاني. سالم بن راشد بن حمد بن غدير متواصله في المركز الثاني في هذه اللحظه، والغربي في المركز الثالث زايد بن محمد بن زايد المنصوري ثالثا. المركز الرابع هناك منصور بن فلاك الاجتبي يقدم لنا طرب على المركز الرابع والمركز الخامس، يا سلام. قادمه من القوع هذه مشاهدينا الاعزاء منصوره عبد الله بن حمد بن غدير الدرعي يتواجد في المركز الخامس، قريب من الارقام، قريب من الناموس الاول والتحدي الاول، ولكن لحظات الانتصار، لحظات الانتصار والناموس وين وين. وهنا تم خطفت المركز الاول، خطفت صداره الشوط، تم لسالم بن راشد بن حمد بن غدير. سلاله شاهينيه، سلاله شاهينيه معروفه، بحته بحته هي في مقدمه الشوط، تسير من البدايه في امام الشوط وفي المقدمه، تهدي اللعب في منتصف الطريق، لكنها في النهايه تكشر عن انيابه وتسير بسرعه الشواهين، تسير بسرعه الشواهين على المركز الاول. ما شاء الله، خلاص دخلنا في الكيلو الاخير، كيلو الامتحان. تربعت على عرش الناموس مع الذهب، كيف وهي مع الشوط، الاشواط التمهيديه هذه. تم في المركز الاول، المركز الثاني الغربيه لزايد محمد بن زايد المنصوري واصله في المركز الثاني، وصوغه في المركز الثالث علي بن غلبان بالشاوي الاغفلي مشاهدينا الاعزاء. وبينما المركز الرابع هناك علي بله ابو شنيب الغرابي ياتي في المركز الرابع، ولكن خلاص عوده الى تم صاحبه الشوط. اسعد الله صباحكم يا هالي مرغم، يا هالي مرغم. اذا سمحت الغربيه نشوف اللحظه الاخيره، اللحظه الحماسيه، اللحظه الحماسيه، وتم مسيطره، تم بالمركز الاول، تم في صداره الشوط. الغربيه تحاول في المركز الثاني، زايد بن محمد بن زايد المنصوري ثانيا في هذه اللحظات. يا سلام، شعارات عرفها عالم سباقات الهجن، ولكن مسيطره، الا تم مسيطره. والغربيه تحاول، الغربيه يا سلام، اللحظات الاخيره، الغربيه انتزعت المركز الاول على حساب تم، على حساب تم، على حساب تم. هذه اللحظات الغربيه خذت المركز الاول واندفعت الى صداره الشوط. زايد بن محمد بن زايد المنصوري يخطف اللحظات الاخيره ويخطف الناموس لهدي هالي الغربيه. هجمه التحيه والسلام في هذا الشوط، هذه الغربية تصل لخط النهاية، معلنة الفوز ومعلنة الناموس في تحدي هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني تم لسالم بن راشد بن حمد بن غدير، وصلت في المركز الثاني، بينما في المركز الثالث، المركز الثالث ليالي لعلي بلة ابو شنيب الغرابي، والمركز الرابع لعلي سعيد بن علي بن صغير العويسي، والمركز الخامس هناك الدرعي ياتي في المركز الخامس عبد الله بن حمد بن غدير. التوقيت الزمني امامكم مع الغربيه، لحظات الوصول لخط النهايه، زايد بن محمد بن زايد المنصوري 13 دقيقه 10 ثواني 3 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. بينما صاحبة المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات، ثاني المراكز وصلت، تم 13 دقيقة 10 ثواني و7 اجزاء من الثانية. اما المركز الثالث مشاهدينا الكرام، كانت ليالي لعلي بلة ابو شنيب الغرابي تقدم عرض مميز في هذا اللقاء. تهانينا والناموس، حيث قطعت المسافة 13 دقيقة و20 ثانية و7 اجزاء من الثانية.